من جميع المسؤولين، بما ان طاكسي كبير هو اللي تحلت على اكتافه الازمه ديال النقل الحضري بولايه الرباط وعملت سخيره تمارا في الوقيته اللي خرجوا فيها الشركات ديال الطوبيسات كلهم، وبقى المواطن بدون وسيله نقل. الدوله لقات سيارات الاجره هي اللي حلت هذه الازمه ديال النقل الحضري، واليوم ملي حلوا الازمه ديال النقل الحضري على اكتاف سياره الاجره الكبيره بولايه الرباط وعملت سخيره تمارا، قالوا شنو كاين اليوم؟ نحاولوا ما في الامكان ديالنا نتخلصوا من هذه سياره الاجره ما تبقاش تريكولي. واش اليوم عاد بان لكم الريكولاج داخل المدينه ممنوع؟ عاد بغيتوا تطبقوا؟ كيقول شي اخوان بما ان كاين هذا كاين قانون بما ان ممنوع الريكولاج داخل المدينه، واش عاد بغيتوا تطبقوه؟ بغيتوا تطبقوه؟ مرحبا، اعطيو للاخوان هادو اللي خدامين في سيارة الاجرة، اعطيوهم الحساب ديالهم. هذيك الازمه اللي حلوا لكم انتم في الازمه ديال الوقيته اللي ما كانش كيلقى المواطن في الشركه، كانوا رجال الامن كيتفرقوا على جميع المحطات في مدينه تمارا بدون استثناء، والتاكسي اللي بان لهم كيخشوا في سته ديال البلايص قولوا للزاد. ها سته البلايص والتزم ونصاع القرار ديال رجال الامن، راه باش يموت ما كاينش كيتعرضوا كما كيتعرضوا. دابا عاد ولاو كيتعرضوا للمضايقات وتقريبا شي 20 مخالفه اللي تسجلات للاخوان ديال الشيافر ديال طاكسي كبير داخل مدينه تمارا. هذا عاد بدا. اما خلي المعاناه اللي كيعانيو، تخيل معايا المازوت واصل 15 درهم وكيقولوا كرون طاكسي هز سيدي المواطن من المدينه ديال تمارا ودي حتى المدينه ديال الرباط ورجع خاوي العوده الفارغه.